عندي هذا الحجل، عندي ب7000 دينار، وعندي ب8000 ومرتبة، وحتى يعني تنأخذ هدايا بيهن كارتون أصلا. منو بيهن؟ شاندر واللكزس. شون؟ اللكزس. هاي عندك منسف 60، وعندك منسف 55، وعندك منسف 50، عندك منسف 45. هذا عندك سيراميك أصل 3 قطع ب45000. عندك مشجر إيراني ب25000. عندك سيت سيراميك مال بالا أصل هذا ب50000. هذا قور ياباني أصلي 10000. عندك لتر ونص، لترتين، 3 4 5 6 7. وهذا هذا طباخ إيراني 60 في 60 45000. هذا الأصلي 60 في 60. أي يشتغل للمطاعم، محل شوادر، مشكلة يجي بألوان مختلفة، ستار شرابي كذلك، دولكا وغلاس، فناجين، عندك استكان أنواع مختلفة، استكان عسل. بالنسبة للصوان عندك هذا الصوان كله الأصل مال دبي، هذا الطلاء مالته ثابت، يجي سيت هذا 3 قطع، نسميه سيت صينية مذهب خرزي، يجي بيه أهم من أشكال مختلفة، بيضوي، مستطيل. يا هلا وكل الهلا أصدقائي اليماني، موجود بسوق الوزيرية الشورجة الثانية لبيع الأغراض المنزلية، حنصور لكم البضاعة بشكل عام. كملوا الفيديو الأخير واشتركوا بالقناة إذا بعدكم مشتركين، خليكم ويانا. بالنسبة للصوان عندك هذا الصوان كله الأصل مال دبي، هذا الطلاء مالته ثابت، يجي سيت هذا 3 قطع، نسميه سيت صينية مذهب خرزي، يجي بيه أهم من أشكال مختلفة، بيضوي، مستطيل، بعد عنده مربع دائري، فما عارف يعني جايك من الطريق. عندك هاي نسميه صينية مذهب بيسان، كذلك أهم من يجي بيه أشكال مختلفة، سيت 3 قطع، هذا داخل جيلت، هذا كله مال دبي الاصلي ريفال، ضمان الطلاء مالته ثابت. كذلك الفضي هم يجيك بيه 3 قطع باشكال مختلفه، يعني مو شكل واحد، عنده يعني اشكال كميات مختلفه. البرونزي كذلك هم يصير 3 قطع، هذا كله مال دبي ضمان ريفال الاصلي. عندك هناك كتال بايركس كاحجام، حجم 600، حجم 800، حجم 1100، 1200، 1500، والحجم الكبير 1800. هذا مباشرة عن نار كتلة بايركس، يجي بها أشكال مختلفة وأحجام مختلفة، هذا كتلة بايركس. كذلك النوعية الثانية نوعية شكل مختلف، اليد مال تستيل بايركس، يجي دائري، يجي حجم 800، حجم 1000، حجم 1200، 1400، 1800، كذلك يجي بها أشكال مختلفة. كذلك هم من أسعار بالنسبة للبايركس وأحجام مختلفة، من حجم الالف، 1100 1400 1600 1800، تجي اليد مالته بلاستيك باشكال مختلفه واحجام مختلفه. كذلك السعر نسميه الدلوي، اسعار العفو الحجم 1200 1400، بايركسات حرار مباشره على النار. عندك ساعات هندي، سونام، عندك فناجين مشكله، يجي بألوان مختلفة، ستار شرابي كذلك، دولكا وغلاس، فناجين، عندك استكان أنواع مختلفة، استكان عسلي، استكان نحلة، ستار شرابي، سي شربت، دولكا وغلاس، يجي غلاسات فقط غلاس، غلاسات مختلفة، غلاس أبو الشيدر، استكان عندك استكان فرفوري. بالنسبة لهذا عندك جدر طنجرة احنا نسميه فافون مطلب ستيل، 5 قطع، هذا يجي كاسيو، يجي ايراني، ويجي صيني نوعية. بالنسبة للستيلات يجي بيه 5 احجام، هذا الستيل، هذا ستيل منال الاصلي، شركة منال الاصلي، سل ستيل هذا الاصلي، يجي بيه هم 5 قياسات. قد اسعارهن؟ الاسعار بالنسبة للاسعار انا بهاي اللحظة ما اقدر انطي سعر، لان تعرف انت بين فترة وفترة اسعار تختلف، بين يوم ويوم اسعار تختلف، ما نقدر نتخاجر ويا الزبائن. بالنسبه للاسعار يجي بيه هنا، اهلا وسهلا بي اصدقائي. المقصد يعني انه هم شغلهم بالدولار، يعني الدولار مثلا اليوم صاعد باكر نازل، فمن ينطي سعر بالفيديو اذا حضراتكم تجون على نفس السعر ممكن ثاني يوم تلقوا صاعد، فحتى ما يتخاجل وياكم، هذا المقصد. وحتى لا تعاتبوني ليش ما ذكرت السعر، لانه اكثرهم الحقيقة شغلهم على الدولار، والنقل يختلف، والنقل أيضا، فلذلك هم ما يطون سعر حتى ما يتخاجلون ويا العالم، بس أسعارهم جدا مناسبة يعني بصراحة. هذا طباخ إيراني 60 في 60
45,000 هذا الأصلي. 60 في 60. أي يشتغل للمطاعم، محل شوادر، مواكب، كل شيء يشتغل. هذا نفسه؟ هذا لا، قياس 70 في 70. هذا 70 في 70. أي هم. قصة سعره؟ هذا 50,000. 50,000. أي. تيفال إيران هذا 20,000 خلية أصلي. عندك 12 قطعة ب35. عندك 8 قطع ب35. عندك 10 قطع ب25. هذا مال معمل ندال البيضاء. عندك 10 قطع ب27. عندك 6 قطع سوري كتشي يعني مرتب ب20,000. عندك 8 قطع ب30,000. هذا قور ياباني أصلي ب10,000. عندك لتر ونص، لترتين، 3, 4, 5, 6, 7، وهذا 10 لترات. عندك من 20,000 ينزل 9,000. يعني من 9,000 ل20,000 إلى 20,000. هذا الأصلي. هذا الأصلي؟ أي هذا الياباني يسمونه البيضاوي. وعندك هذا العادي، هذا 5 لتر، 4 لتر، لترتين، لتر ونص، 3 لتر، لترتين، لتر ونص. قد أسعارهم؟ هذا 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000. هذا العادي يطلع 5,000، والكبير ما يطلع 7,000، يختلفن عن ذياك. هذا الأصلي. هذا عندك صينية 80، هاي مال مطاعم، مال بيوت، مال عزايم. هذا الدرجة الثانية، وهذا هذا يسمونه المغربي نقشة الدرجة الأولى، هذا الأصلي. هاي تطلع 8,000، وهاي الأكبر مالتها هم 8,000. تجي على الثانية، هذا القياس الثاني، هاي تطلع 7,000 دينار. هني جنبين القياسات، هاي 75. وهذا الأصلي، عندنا أصلي وعندنا عادي، كيف؟ هذا العادي وهذا الأصلي، هذا الأصلي المغربي. هاي تطلع 7,000. هاي عندك الأصلي المغربي تطلع 5,000. وعندك الكبير هذا العادي، هاي قياس 70، تطلع قريب تقريب 6,000 دينار. وعندك هاي صينية 65، تطلع 5,000 دينار. وعندك هاي تطلع 4,000 دينار. هاي صينية 60، هذا يسمونه الدينار العادي. وعندك هذا المغربي، هذا أبو النخشة مغربي، هاي يطلع 4,000 أصلا هذا. وعندك هاي نوعية، كل القياسات موجودة من 40 لحد 70. هذا عندك سيراميك أصلي 3 قطع ب45,000. عندك مشجر إيراني ب25,000. عندك سيت سيراميك مال بالا أصلا هذا ب50,000 حرارة. هذا عندك جرانيت إيراني هذا يطلع ب15,000. هذا ب25 خلية. عندك جدر مال دولمة، جدار وست صواني الأصل، هذا جرانيت أصل إيراني يطلع ب35. وعندك ذني على 15,000. وعندك جدر فارفون حراري يطلع ب25. عندك جدر فارفون دار البيضاء يطلع ب20 السيت. هاي عندك منسف 60، وعندك منسف 55، وعندك منسف 50، عندك منسف 45 و40 و30 و35. هذين يشتغلن للمطاعم، يشتغلن المحل مال شوادر، يشتغلن للبيوت العزان. هذا المنسف بصورة. أسعارهم؟ أسعار عندك 5,000, 4,000, 3,000, 2,500 هيك يطلع، أقل الألف بألف يعني تقريبا 1,500 هيك طبعا. عندك طشت هذا يطلع 8,000 دينار. وعندك هاي نوعية الطشت، وعندك هاي نوعية إنجانة مال عجين تقلال ياخذونها للمطاعم. كم نوعية مال تقلال؟ 4. عندك وحدة، وهي 2، وهي 3، وهي 4. عندك 2,000, 2,500, 3,500, 4,000 هيك طبعا. وهذا الطشت مال تقلال، مال يعني كل شيء يشتغل. هذا بيناتهم 7,000 و5,000. قولي هاي الساعات جد حلوة ومرتبة، وحتى يعني تنأخذ هدايا بيهن كارتون أصلاً. منو بيهن؟ شاندر ولكزس. شون؟ لكزس وشاندر. شاندر ولكزس ذني ماركاتهم؟ ايه. ايش قد أسعارهم ذني الثلاثة الكبار؟ على 25. على 25؟ شوفوا لي ذني شكردانات ايش قد حلوات ومرتبات وشي نازك، ايش قد أسعارهم ذني؟ هذا يطلع عندك 4.5. هذا السيت كله 4 قطع ب4.5. هذا السيت كامل ب4.5. وهذا ب4.5. هنا عندك هذا 4.5، 4.5، 5. هذا السباعي. احنا مقبلين على عام دراسي جديد، هاي الحافظة مال طعام هاي؟ ايه مال طعام. ايش سعرها؟ هاي تطلع ب2000. على 2000 دينار؟
وهاي المطارة؟ المطارة هاي درزن 12. سلم على المواعين تطلع تقريبا على 13,000 بسعر الجملة. شغلة حلوة مرتبة. شوفونا هاي التعلاقة الخشب هاي شكل سعرها؟ تطلع درزن 10 على 10,000 دينار. والمفرد بيش؟ المفرد يعني حاجة تطلع يا قليل 1000 قليل 1000. قلادة نزلتين ب 18,000 الدرزن يطلع ب 1500 القطع عليه بالمفرد يعني 1500 سموها نزلتين. هذه تراتشي 8,000 دينار درزن كلش حلوات. عندي هذا الحجل عندي ب 7,000 دينار وعندي ب 8 وعندي على 9,000 دينار الدرزن. حاجة ألف يسموه بالمفرد حاجة ألف بس كلش حلو شغل كلش حلو. ليرة زارجون كل شيء موجود. أصدقائي وصلنا وياكم لنهاية هاي الجولة. طبعا السوق يصير خلف محطة وقود المستنصرية اللي يصير مقابل الجامعة المستنصرية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتعطون اعجاب بالفيديو. في امان الله.